بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل يقول: إذا جئت للعمرة وأحرمت من ميقاتي الذي أنا أمر عليه كمن أتى من المدينة فأحرم في ذي الحليفة، فهل لي أن أعتمر عن نفسي ثم بعد ذلك في اليوم الذي أتحلل فيه آتي في اليوم الثاني وأنا أذهب إلى نفس الميقات في أبيار علي أو ذي الحليفة أو إلى التنعيم وأحرم وأعتمر عن جدي، وفي اليوم الثالث أعتمر عن عمي وهكذا؟ نقول: تكرار العمرة في السفرة الواحدة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنه بدعة، أو أنه بدعة مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح، ومنهم من قال أنه ليس على هدي السلف كابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في الزاد، ومنهم من جعل ذلك بعمرة الحائض مثل الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، ومنهم من أباح ذلك بلا عدد وبلا حد مثل الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة. وعلى ذلك فالأمر بين هذين الأمرين، فمن اعتمر فلا حرج عليه عملا بقول الشيخ بن باز، والأصل في ذلك فعل عائشة، فإن الذي شرع لها والذي رضي لها ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان ذلك لا يصح فكان نهاها عن ذلك، وليس في ذلك خصوصية لعائشة، إنما هو تشريع للأمة كلها، وهكذا قال الشيخ بن باز. ولقد روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الزبير أحرم من التنعيم ثم طاف وسعى وأتى بعمرة، فدل ذلك على الجواز بإذن الله تبارك وتعالى. ولا داعي أن يذهب إلى أبيار علي أو إلى ذي الحليفة، بل يكفي أن يخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم عملا بفعل عائشة، فإنها قد خدمت من المدينة، ولما أدت نسكها النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها أن ترجع إلى ميقات أهل المدينة، وإنما قال لها أن مع أخيها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وهناك من يقول: الفترة بين العمرتين، قال الإمام أحمد، مقدار حمم الشعر، يعني مقدار ما ينبت الشعر، يعني قيل 5 أيام 10 أيام. ومن أهل العلم من قال: إذا كان يريد أن يأتي بأكثر من عمرة فليقصر وليجعل الحلق في العمرة الأخيرة. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.